اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من لايف كلينيك. حلقتنا النهارده لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون 2 57 56 810. هقول الرقم تاني 2 57 56 810. حلقتنا النهارده مقسمه لفقرتين. الفقره الاولى معنا الدكتور محمد سعيد عبد العزيز، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، والفقره الثانيه مع الدكتور محمد إيهاب سريت، استاذ طب النساء والتوليد بالقصر العيني ايضا. الفقره الاولانيه هتكون معانا مشرفنا الدكتور محمد سعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، منورنا. الله يخليك. فلنبدا حلقتنا ب ب ب بجمله كده صغيره. امراض الكبد هي مشكله قوميه وعبء اقتصادي كبير على الدولة، ناتج عن مرض فيروسي أو مناعي أو خلقي بقى، يعني ربنا خلقنا عيانين بالكبد. عايزين نعرف إيه الأنواع اللي هي هنا في مصر تحديداً، إحنا أقوياء فيها وأشداء كده. طبعاً هي أمراض الكبد لحد ما منتشرة جدا في مصر، ومن أهم الأسباب اللي بتؤدي لمشاكل في الكبد هي الفيروسات الكبدية، ثم الترسبات الدهنية نتيجة زيادة الوزن والسمنة، وبعض الأمراض الأخرى زي المناعية أو نتيجة بعض الأدوية أو بعض الكيماويات. لكن طبعا مصر للأسف هي من أعلى دول العالم انتشارا لفيروس سي. فيروس سي يعني منتشر في مصر بنسبة حوالي 14.5% لآخر إحصاء كانت عملته وزارة الصحة في 2008، إن الإصابة بالأجسام المضادة لفيروس سي حوالي 14.5%، وعدد المرضى اللي هم مصابين بالفيروس الناشط حوالي 9 ل 10%. معنى كده ان كل 10 ماشيين في الشارع واحد فيهم مصاب بفيروس سي بفيروس نشط. ده طبعا بيسبب عبء كبير على المجتمع وعلى الدولة في علاج مرضى الكبد، خصوصا فيروس سي. مش معنى كده ان فيروس سي بس هو اللي موجود، لكن برضو في فيروس بي ولكن اقل انتشارا حوالي 4.5%، في فيروس ألف، وده بيسبب التهاب كبدي حاد، عادة ما بيسيبش أي آثار مزمنة في الكبد، لكن فيروس سي وبي بيسببوا التهابات مزمنة، وأحيانا بتصل في نسبة معينة من المصابين إلى تليف كبدي بعد مرور عدة سنوات. ويمكن عشان أبقى دقيق بس مع المرضى عشان برضو الناس ما تتخضش قوي، لو قلنا الناتشور هيستوري أو المريض بيمشي إزاي، أنه هو بعد الإصابة بفيروس سي عادة ما بيحصلش أي أعراض خالص، وحوالي 15 ل 20، وإن كان في بعض الأبحاث قد تصل ل 25% من اللي بيصابوا بفيروس سي إصابة حادة حديثة، بيقدر الجسم بمناعته انه يقضي على الفيروس دون تدخل دوائي، دون تدخل خالص، لان هو في معظم الاحوال ما بيحسش باي اعراض خالص. اوكي. واللي بيحس منهم باعراض بتبقى نسبه شفائه من غير اي تدخل بتبقى عاليه، ولو ما حصلش شفاء في خلال 3 4 شهور علاج فيروس سي في المراحل الحاده الحديثه قد تصل الشفاء الى 90%. طيب لو تحول لمزمن، وهي نسبة حوالي من 75 ل 80% بعد الإصابة بست أشهر، بيصاب المريض بنوع من الالتهاب الكبدي المزمن، وهو في طبيعة فيروس سي إن هو من الفيروسات البطيئة، يقدر يعيش في الجسم لمدة 30 أو 40 سنة، وفي نسبة 20% فقط من المرضى ممكن يؤدي إلى تليف كبدي، ثم في 4% من الناس اللي جالهم تليف كبدي إلى فشل كبدي، وحوالي 3% من اللي حصل لهم تليف كبدي سنويا ممكن توصل لأورام سرطانية. يبقى في الصورة كده بس عشان الناس تبقى عارفة إن هو المريض الالتهاب الكبدي المزمن نتيجة فيروس سي ممكن يقعد طول عمره من غير ما يصاب بتليف إلا في فترات متأخرة
وفي نسبة 20% اللي هي الخمس فقط. طبعا المتابعة الدقيقة الدورية. طيب معلش أنا قاطع حضرتك عند المتابعة الدورية دي، ودي مهمة جدا. تمام. عشان معانا تليفون أحمد من الإسماعيلية. أستاذ أحمد ممكن توطي التلفزيون بس عشان الصوت بتاعي باين. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ نبيل؟ الحمد لله تمام يا فندم. ممكن أكلم الدكتورة لو سمحتي؟ مع حضرتك. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. أنا بعاني دايما يا دكتور من حموضة مستمرة. أيوه. فأنا مش عارف أسباب الحموضة إيه بالظبط، لكن دايما فعلا بتجيلي الحموضة ديت مع العلم ان دايما اهلي بنفس بياكلوا من نفس الاكل، يعني هم ما بيحصل لهمش الموضوع دوت. وحللت قبل كده فيروسات وما فيش اي حاجه يعني الحمد لله. هو الاحساس المريض بال او اي انسان بالحموضه في اي اسئله تانية يا استاذ احمد؟ لا متشكرين جدا. طب يا فندم هيجاوب حضرتك حالا. هي طبعا الحموضه ملهاش علاقه خالص بالكبد او الفيروسات، هي نتيجه ارتجاع في المريء. تمام. الحامض بتاع المعدة بيطلع بكميات كبيرة في مكان هو مش متعود على الحامض ده اللي هو المريء، فبالتالي بيحس المريض بحرقان أو حموضة أو سخونة في الصدر، وقد يحس كمان في ارتجاع لبعض الإفرازات على الفم. طبعا في أدوية مخصوصة للارتجاع يقدر ياخدها لفترات معينة بتحسن جدا من الحموضة، وفي نفس الوقت لازم يغير شوية من أسلوب حياته، لطبيعة الأكل لازم تتظبط، كل المأكولات اللي ممكن تزود الارتجاع وتزود الحموضة لازم يتجنبها، لو في زيادة في الوزن لازم يمارس رياضة ويحاول ينقص في الوزن شوية، كلها وسائل بتساعد على أن تقلل من أعراض الارتجاع وتقلل من المضاعفات. وطبعا لو استمر الارتجاع والإحساس بالحموضة برغم الأدوية وتظبيط طبيعة الأكل لازم يعمل منظار على المريء والمعدة عشان نشوف المضاعفات. تمام. فده بالنسبة للارتجاع. تمام. نرجع للمتابعة الدورية حيث انتهينا في حاجة بتقول انه احسن حاجة للمريض الكيس اللي عندها فيروس سي المتابعة الدورية. تمام. طبعا هو المريض عادة بيكتشف الإصابة بفيروس سي ممكن بالمصادفة، مسافر بيعمل تحليل عشان السفر، بيعمل تشيك اب فيلاقي التحليل فيه انزيمات كبد قد تكون مرتفعه، او يعمل حد ينصحه يعمل تحليل للاجسام المضاده للفيروس سي فيلاقي ان هو مصاب. اي انسان ما بتقدروش تعرفوا يا دكتور اسفه، بتقدروش تعرفوا امتى تحددوا بالظبط امتى اصيب المريض بمرض فيروس سي ولا دي على وجه الدقه ما نقدرش نقول. لكن تردده مثلا على العيادات الاسنان، على الكوافير اللي بيستخدم امواس مشتركه، لجوءه الى بعض العمليات الصغيره في مستوصفات او مراكز طبيه ما هيش يعني الادوات ملوثه، نقدر نربط ان هو ممكن احد هذه الوسائل ادت الى اصابته بفيروس سي، لان احنا فيروس سي لا ينتقل الا عن طريق الادوات الملوثه بالدم المصاب، يعني لا ينتقل عن طريق الاكل ولا الشرب ولا الهواء ولا اللمس ولا اي حاجه، ينتقل فقط عن طريق الدم، واي وسائل ادوات ملوثه بالدم ممكن تصيبه بالاصابه. عايش هناخد تليفون لحضرتك برضو. الو. ايوه. مدام وعليكم. مدام امينه. منيره اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي سؤالك. بالنسبه للي عنده الكبد، ممكن السمنه اللي هي بتبقى في البطن اللي هي بتبقى كرش جامد، يعني هل من الممكن اللي احنا نعمل له ليزر اللي هو على البارد اللي شفط الدهون اللي في البطن، ولا يأثر على الكبد اللي عنده؟ يعني هو عنده فيروس سي ولكن الفيروس خامل يعني مش نشط. تمام. شكرا. بص حضرتك، هو المشكله مش في الدهون في حد ذاتها المترسبه في منطقه البطن، المشكله في زياده الوزن عامه، يعني شيل الدهون لوحدها ما هوش هو الحل. الحل ان هو يتم انقاص للوزن المناسب عشان نقلل الدهون اللي على الكبد، عشان الدهون اللي على الكبد تبدا تنسحب والدهون اللي في منطقه البطن تبدا تنسحب بالتدريج. شيل بالعكس، يعني علميا الابحاث العلميه اثبتت ان الدهون الموجوده في منطقه البطن مش مجرد دهون ملهاش وظيفة، ولكن ليها
قدره على انها تصنع بعض المواد المهمه، وبالتالي انها لو اتشالت فجاه قد تسبب ضرر، فلازم تنزل بالتدريج مع النظام الغذائي والرياضي بالتدريج. لو المريض او الانسان نزل في الوزن اكتر من 6 كيلو في الشهر، ده بيسبب مشكله للكبد ومشكله للوظائف الحيويه. فعاده بننصح ان هو المريض ينزل بالوزن تدريجيا من كيلو كيلو ونص اسبوعيا، وبالتالي يحصل تنظيم تدريجي لكل العمليات الحيويه للجسم، ونزول تدريجي وهادئ لكميه الدهون ديت، ما يحصلش انسحاب مفاجئ لكميه الدهون، وبالتالي يحصل خلل في توزيع الدهون في الجسم وفي الكبد، وممكن يحصل ضرر اكتر منه نفع. فالرجيم الهادئ المنظم هو المفيد لمرضى الكبد، وده مهم جدا، لان هو طبعا السمنه وزياده الوزن هي عامل مساعد لتدهور الحاله. لازم نعرف ان فيروس سي برغم ان هو فيروس بطيء ممكن يعيش عشرات السنين، ولكن في عوامل مساعده بتخلي المريض حالته تتدهور بسرعه، منها زياده الوزن ومنها السمنه ومنها الكحوليات ومنها استخدام الادويه المضره والتعرض لكيماويات، وكل الحاجات دي تساعد على ان الفيروس بسرعه يبقى فيه اكتر من عامل بيهد في الكبد، بدل ما يبقى الفيروس لوحده. لا، لو فيروس زائد سمنه اخطر شويه من فيروس واسرع من فيروس فقط. فلازم يبقى المريض عارف ان القصه مش قصه فيروس بس، لكن في عوامل اخرى بتساعد على تدهور الحاله. يعني احنا نقدر نقول انه لو الانسان اللي عنده فيروس سي او بي او اي حاجه خاصه بالكبد، ما دام هو مشي مظبوط زي ما الكتالوج بيقول، هو ممكن يعيش في سلام وبالمرض ده ما فيش اي مشكله. يعني مش ممكن ابقى انا ماشي صح في اكلي وفي شربي وما باخدش الكحوليات وبلعب رياضه وما باكلش حاجات فيها دهون، والاقي في اتاك مفاجئ كده لله في لله من الكبد؟ لا، هو طبعا ده بيقلل شويه من المخاطر الفيروس في حد ذاته، لكن مش معنى كده ان هو يعني لازم يتوجه للعلاج. طبعاً اي فيروس اي مريض بفيروس سي لازم يتم تقييمه اسكان، محتاج للعلاج بالانترفيرون ولا مش محتاج للعلاج، ولو محتاج للعلاج هل هو مناسب ويتحمل العلاج بالانترفيرون ولا لا. نسبه نجاحه بتتحسن جدا لما يكون العوامل الاخرى مش موجوده زي ما حضرتك بتقولي، لما يكونش فيه كحوليات، ما فيش سمنه، ما فيش عوامل اخرى تقلل من نسب النجاح. لكن طبعا لو ما كان الحاجات دي ما هيش موجوده وعنده الفيروس بس، لازم برضو نقيمه عشان العلاج. لو مش محتاج للعلاج وحالته مستقرة جدا، يقدر يتابع كل 6 أشهر ويحاول يتجنب أي حاجة تساعد على تدهور حالة الكبد. اللي احنا نعرفه ان احنا هنا كمصر بلد زي ما بيقولوا ايه، متقدمة جدا في علاج فيروس سي. مش عارفه هل ده ناتج لان احنا فظاع وما حصلناش، ولا ده ناتج عن المأساة اللي احنا فيها بسبب النسبة العالية للمرض في مصر، لدرجة ان في ناس من بره بتيجي هنا يعني مش تدرس عندنا، تشوف حالات عندنا عشان يتعلموا منها. طبعا هو البحث العلمي في مجال الكبد تقدم جدا في اخر 5 أو 10 سنوات، خصوصا على فيروس سي، وبقى في كفاءات كتيرة قوي تعمل في مجال علاج مرضى الكبد وعلاج فيروس سي، وفي ابحاث كتيره قوي بتجرى في هذا المجال. طبعا كل ما يبقى في مرض منتشر في بلد، كل ما تبقى في ابحاث اكتر واكتر، وفي اهتمام علمي وطبي بهذا المرض، لان اعداد المرضى كتير جدا، وبالتالي الحاجه لطرق علاجيه جديده ومستحدثه ووسائل تشخيصيه مبكره للقضاء على هذا المرض طبعا بتبقى اكتر. تمام. وهو يعني فعلا في تقدم علمي وبحثي كبير في مصر في هذا المجال، وتعاون بين الجامعات المصرية وجامعات في أمريكا وفي أوروبا وفي أنحاء كتيرة من العالم، بحيث أن يبقى تملي في وسائل تشخيصية مبكرة للألياف الكبدية، في وسائل علاجية وطرق علاجية جديدة لفيروس سي والفيروس بي، وكتير من الأدوية والعقاقير الجديدة والمستحدثة في هذا المجال بدأت تجد مجال للبحث العلمي والتطبيقات العلمية هنا في مصر كله لصالح المريض. وفي مجهودات كبيرة بتتم من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لجنة مشكلة من وزارة الصحة من 5 6 سنوات لمكافحة هذه الفيروسات وعلاجها. وفي أعداد كبيرة قوي من المرضى تم علاجها فعلا بالانترفيرون
وبتجيب نتائج لا تقل ابدا عن النتائج العالميه. فهي الرساله ان المريض لازم يدور على الرعايه الطبيه السليمه، التشخيص المبكر، يبقى فيه قرارات سليمه بالنسبه للعلاج، ولا نستعجل في العلاج قوي وهو مش محتاجه، ولا نتاخر قوي في العلاج لحد ما يوصل لمراحل متاخره يبقى العلاج فيها ماهوش مناسب قوي. السؤال اللي بعد كده هيكون عن زراعه الكبد. بس بعد ما ناخد التليفون مدام صباح. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه نفيس؟ اهلا بحضرتك. اكلم الدكتور بعد اذنك؟ بعد حضرتك، اتفضلي اسالي سؤال. بعد اذنك يا دكتور. اتفضلي. هاي دايما اغلبيتنا بيشتكي من الكرش. ايوه حلو. فانا بسمع تضخم عن تضخم الكبد بيكبر البطن. انا كشخص اعرف منين ان انا ده كرش ولا ده مرض في الكبد؟ وبعد اذنك سؤال تاني، انا لو عندي مثلا فتاء بسيط، هل البطن تبقى طريه ولا ناشفه؟ ولا انا اعرف يعني انا كشخص بقى يعني اعرف نفسي ازاي؟ لاني كتير كتير بروح لدكاتره، في اللي يقول لي عندك، في اللي يقول لي ما عندكيش، يعني انا احساسي بنفسي اعرف نفسي ازاي. وشكرا لحضرتك. ميرسي قوي مدام صباح. على فكره الاول في السؤال الاولاني انا لما استقبلته مدام صباح قلت يعني ما الواحد يروح لدكتور؟ يعني يا مدام صباح ايه اللي بتقولي ده؟ ما تروحي لدكتور تكشفي وخلاص. صحيح يعني. لكن الحقيقه صح جدا مدام صباح بتقول ان زي الواحد يكتشف بنفسه المرض، مش هيشخص بس يعرف ان في حاجه غريبه مريبه في جسمه مش طبيعيه. طبعا هي لو حست ان في انتفاخ في البطن دائم وما بيتحسنش باي وسائل بسيطه مثلا بتظبيط الاكل او كلام من ده، هتتوجه للطبيب عن طريق الكشف. هو بيعرف اذا كان في تضخم في الكبد ولا لا، او في الطحال. الموجات الصوتيه والاشعه التلفزيونيه متواجده تقريبا في كل عياداتنا، يقدر يفحص الكبد ويعرف اذا كان في تضخم ولا لا. ولو في تضخم او في تغيير في شكل الكبد في الموجات الصوتيه، هيطلب لها التحاليل الروتينيه من وظائف كبد ومن دلالات فيروسات ومن نسبه دهون. طب والفتق؟ الفتق برضو هي مش قادر قوي تعرف اذا كان في فتق ولا لا، لكن بالكشف الطبيب هيقدر يعرف اذا كان ده فتق ولا مجرد يعني انتفاخ. يعني ما تعرفش انت كشخص لا. تقدر بايدك تعرف ان في حته بتطلع هنا في البطن زياده؟ طبعا هي لو لاحظت ان في جنب من الجنب اليمين او الشمال في تضخم زياده عن التاني، ده طبعا لازم تروح لطبيب هيقدر يعرف هو بالفحص وبالكشف وبالموجات الصوتيه اذا كان ايه نوع التضخم ده اللي موجود. هل هو بس نسبه دهون في جدار البطن اللي يسمى كرش، ولا في عضو من الاعضاء اللي في البطن متضخم؟ لكن السيدات اللي يمكن يهتموا اكتر، الفحص الذاتي ده مهم جدا بقى في الثدي. الجراحين تملي ينصحوا، دكتور النساء والولاده بينصح تملي السيدات يفحصوا هم فحص ذاتي للثدي، لكن بالنسبه للبطن صعب شويه انها صعب طبعاً تفحص هي البطن. بس هي قالت حاجه مش هنتكلم فيها دلوقتي، قالت مصيبه سودة. يعني دي مصيبه سودة، قالت اروح لدكتور يقول لي انت ما عندكيش حاجه، واروح لدكتور تاني يقول لي لا ده انت عندك حاجه، فدي كارثه من كوارثنا. نكمل زراعة الكبد. نكمل زراعة الكبد. نكمل زراعة الكبد. هي زراعة الكبد طبعا هي بتتم للمريض اللي وصل لمراحل متأخرة من الفشل او التليف الكبدي. احنا قلنا ان من مرضى فيروس سي 20% فقط بيوصلوا لتليف كبدي بعد 30 او 40 سنة. 20% من المرضى دولت حوالي ربعهم بقى ممكن يحصل له فشل كبدي سنويا. طبعا في طرق علاجيه، لا اما الطرق الدوائيه تمام، لا اما بيلجا لزراعه الكبد. وزراعه الكبد هي نوعين، في نوع بيزرع من متبرع متوفي، ناخد الكبد كله ويتزرع، وده مش موجود في مصر للاسف، ده موجود في الخارج من اكتر من 20-30 سنه. هنا قانونا لسه هنا القانون كان في قانون جديد يمكن بقاله سنتين ثلاثة قبل الثورة مباشرة، لكن لم يفعل على أرض الواقع، ليه لائحة تنفيذية وكده، لكن لسه لم يفعل، اللي هو نقل الكبد من متبرع حديث الوفاة اللي هو متوفي بجذع المخ. لكن في زراعة كبد موجودة في مصر من أكثر من 10 سنوات، وهي زراعة ناجحة، اللي هي زراعة الكبد الجزئي من متبرع حي،
ودي موجوده في العالم برضو بقالها اكتر من 20 سنه، واحنا الحمد لله نتيجه ان احنا ما عندناش زراعه كبد من حديث الوفاه، فبالتالي بقى لنا خبره كبيره جدا في مراكز كتيره وفي الجامعه وفي مستشفيات جامعيه وغير جامعيه في زراعه الكبد الجزئي. المريض بيجيب متبرع قريب ليه، ليه نفس الفصيله. لازم يكون قريب ليه ولا ممكن يكون؟ طبعا يفضل عشان ما يبقاش فيها اي شبهه متاجره او كده، يفضل طبعا يكون قريب وطبعا ويكون نفس الفصيله. لا بعيدا عن المتاجره، هل ممكن حد غريب ممكن طبعا يعني ممكن طبعا يتبرع، ممكن ما دام ينفع. مفيش لا مفيش ضروره طبيه لان هو يكون قريب، لكن ضروره اخلاقيه يعني أوكي. تنظيميه. لكن هو زراعه الكبد تتطلب فقط تطابق الفصيله الدم، ما بتحتاجش زي زراعه الكلى تطابق الانسجه. توافق الانسجه ده مش موجود في زراعه الكبد، لكن لازم توافق فصيله الدم. المتبرع من سن 18 فوق 18 لغايه سن 45 بيتم فحصه، وبنقدر نعرف بالفحوصات وبالاشعاعات المقطعيه حجم الكبد بالظبط عنده قد ايه، وبيقدر الاشعه المقطعيه تقول لنا الفص اليمين اللي هو يمثل 60 او 65% من حجم الكبد ده هيبقى كافي للمريض ولا مش كافي، والجزء المتبقي للمتبرع هيبقى كافي بالنسبه له ولا لا. وفي حقيقه علميه، وده من فضل الله سبحانه وتعالى، ان خلايا الكبد من الخلايا سريعه التكاثر، وان الانسان الطبيعي يقدر يعيش ب 35% فقط من حجم الكبد اللي عنده، زي ما الانسان الطبيعي يقدر يعيش بنص كليه او بربع كليه او تلت كليه زي ما دكاتره الكلى ما بيقولوا لنا. الخلايا الكبديه كمان بتتكاثر، وبالتالي دي ادت فرصه للعالم ان هو يتوصل لزراعه الكبد الجزئي، لدرجه ان هم احنا نقدر يعني الجراحين يقدروا ياخدوا الفص اليمين اللي هو يمثل 60 ل 65% ينقذوا بيه مريض اخر على شفا الوفاه او التدهور نتيجه الفشل الكبدي، والمتبرع ما بيحصلوش اي وفيات فيه ولا اي مضاعفات. لكن بعد يعني فحص شامل لكل الاجهزه الحيويه لهذا المتبرع، تم تحاليل كامله لكل الوظائف الحيويه، وظائف كبد وكلى ودهون وفيروسات خامده ونشطه وكل حاجه، وموجات صوتيه ودوبلر واشعات مقطعيه على القلب والصدر والكبد، وبيتم فحصه تماما لدرجه ان احنا اخر حاجه بنعملها عينه كبديه نطمن من النسيج الكبدي بتاع المتبرع ده سليم ولا لا. كل ده عشان نمنع وجود اي نسبه مخاطره او حتى لو صغيره على المتبرع، لان المتبرع هو اساس عمليه زراعه الكبد. لو هو انسان طبيعي لا يجب ان يعرض لاي مخاطره عشان خاطر المريض، في الاول وفي الاخر ده مريض. بدل ما يضيع واحد هيضيع اثنين كده بالظبط. فبعد الفحص الكامل لهذا المتبرع وبيتعرض على الفريق الطبي والجراحي متاكد ان ما فيش اي مخاطرة عليه، بيتعرض برضو حاجته على لجنة أخلاقية بتشوف عليه أي ضغوط معنوية ضغوط مادية، بتأكد تماما أنه هو متبرع تبرع تطوعا كاملا من غير أي ضغوط. وطبعا المريض نفسه بيتم ليه فحوصات برضو مقابلة لكل الأنسجة الحيوية عشان نتأكد أن المريض هيتحمل عملية زراعة الكبد. ولو كل الحاجات دي توفرت نسبة نجاح العملية كام في المية؟ لا تقل أبدا عن 80% في مصر دلوقتي. وفي فرق 80% قليل. لا خالص، هي نسب العملية العالمية 80%. والله؟ لا تقل أبدا عن 75-80%. يعني مفيش عملية بتتعمل بنسبة 90% نجاح؟ بص حضرتك، ده الواحد لو 80% فكر 1000 مرة. لا ليه، زراعة الكبد من أكبر العمليات الجراحية في العالم تكنيكيا. يعني هي اصعب حتى من نقل القلب، لانها في جراحيا صعبه، وكمان الادويه ومثبطات المناعه والمشاكل بتاعه تخفض المناعه لحد ما كبيره. ف 80% ديت هي النسب العالميه، وفي مصر نفس النسب العالميه ديت. تمام. بالنسبه للمتبرع لا، نسبه النجاح تفوق ال 99% تقريبا، ما فيش وفيات خالص في المتبرع. العمليه بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ طبعا الجراحين بتختلف من فريق جراحي لاخر. احنا بالنسبه لنا كاستشاري كبد او اساتذه كبد، احنا بنشاركهم في التحضير للزراعه
ومتابعة المريض والمتبرع بعد الزراعة. هم كجراحين بياخدوا في الحدود من 10 ل 12 ساعة كمتوسط في عملية الزراعة للكبار، وممكن توصل لست ساعات في الأطفال الصغيرين، من 6 ل 7 ساعات للأطفال الصغيرين. والجسم بيتحمل عدد ساعات البنج دي كلها؟ طبعا واكتر من كده يعني، ما فيش مشاكل واكتر خالص. وكده ما فيش مشاكل. لكن المتوسط حوالي 10 ساعات بالنسبة للمريض الأدلت الكبير، وبالنسبة للطفل ممكن تبقى 6 أو 7 ساعات على أقصى تقدير يعني. دكتور الفقرة خلصت، بس احنا استفدنا كتير قوي من المعلومات اللي خدناها، ولازم نعمل حلقة تانية برضو نتكلم اكتر عن الكبد بقى واعراض الكسل اللي ممكن تصيب فيروسي الحياتية اللي بيقولوا ايه، ازاي هو بيتعايش اليومية مع هذا المرض. نتكلم فيه ان شاء الله في حلقه اخرى. بنشكرك جدا دكتور على وجود حضرتك معانا، وهننتقل لفاصل ونرجع بفقرتنا الثانيه.